الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. أهلا وسهلا بك أخي عمر. الله يكرمك يا دكتور. بعد إذن حضرتك أنا عملت شير سكرين. جزاكم الله كل خير، تفضل يا دكتور. الله يبارك فيك. نستنى شوية ولا نبدأ؟ نبدأ إن شاء الله، مفيش مشكلة. تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جزيل الشكر أخي عمر على هذه الدعوة الكريمة. إن شاء الله اليوم نقدم عرض مرئي حول دور البيانات المكانية المفتوحة أو البيانات المفتوحة في الذكاء المكاني. حيكون بإذن الله عندنا تعريج على تجهيز لماباثون مصر اللي حيكون إن شاء الله يوم في 2 سبتمبر إن شاء الله، بعد بكرة اللي هو يوم الجمعة تقريبا. يوم الجمعة ولا أستاذ أخي عمر؟ أخي عمر دكتور محترف، ماباثون مصر إن شاء الله بيكون في 2 سبتمبر الجمعة أكيد ان شاء الله. إن شاء الله. فحيكون عندنا تعريج خاص للتجهيز للماباثون والتأكد من جاهزية المشاركين وتفعيل حساباتهم حتى يتمكنوا إن شاء الله يوم الجمعة من المشاركة الفعالة أو الفاعلة في هذا الحدث المهم، وهو يأتي ضمن برنامج خريطة الشارع المفتوحة بإفريقيا في الماباثون الشهري اللي في كل شهر تستضيفه دولة من الدول الإفريقية. وهذا العدد إن شاء الله عدد شهر سبتمبر إن شاء الله خصص لجمهورية مصر العربية، واللي حيكون مدة هذا الحدث حوالي 3 ساعات. حيتم فيها التعريف بأوبن ستريت ماب مصر وأفريكا والقيام بالتدريب على استخدام منصة أوبن ستريت ماب، وكذلك إنجاز أجزاء من بعض المشاريع اللي نتمنى إن شاء الله تكون فيه مشاركة مكثفة من أجل رقمنة المباني في بعض المشاريع التي تم إعدادها من قبل إدارة أو المشرفين على خريطة الشارع المفتوحة بمصر إن شاء الله. فنبدأ على بركة الله التعريف بدور البيانات المكانية المفتوحة في الذكاء المكاني. خلينا نأخذ قبل كل شيء اللي هو شنو هو الذكاء المكاني، ما هو اللوكيشن انتليجنس. فهذه المحاضرة تأتي في التنسيق ما بين زي ما قلنا ما بين خريطة الشارع المفتوح مصر وليبيا من أجل تغطية المحاور التالية اللي هي introduction للجنرال كونتكست للوكيشن انتليجنس، تعريف المفهوم العام للوكيشن انتليجنس. ثم حيكون عندنا يوز كيس خاصة بليبيا اللي هي مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية، حنعرضه الجانب التقني أو الفني منها بشكل مستعجل سريع شوية. بعدين حنذكر فائدة المشروع البنية التحتية للبيانات المكانية اللي يعتمد على في بعض أجزاء على مبدأ الأوبن سورس والأوبن ديتا في سيتي انفورميشن موديلينج أو سيتي انفورميشن مانجمنت، اعتماداً على الكراود سورسينج وعلى الأوبن بيز مابس. ثم نأتي إلى بتفصيل بسيط على اللي هو الديفلوبمنت لمشروع البنية التحتية للبيانات المكانية في ليبيا، ناخدوه كمثال باش نعرفه من خلاله دور تكامل البيانات المكانية بين القطاعات والجهات العامة، ودور الكراود سورسينج اللي هو بيانات مفتوحة في دعم البيانات القطاعية المكانية في الجهات العامة. بعدها يكون عندنا استعراض للخلاصة وبعض الليميتيشنز أو العوائق والاستشرافات والاستشراقات المستقبلية، بعض الحلول والاقتراحات. فزي ما قلنا بما أنه يكون عندنا introduction حول المشروع اللي هو الwork ecosystem للمشروع Libya Special Data Infrastructure، ثم حيكون عندنا social and environmental context والtechnical and economic context. حنبدو باستعراض اللي هو Special Data Management in general. عشان تعمل إدارة للبيانات المكانية بشكل عام أنت تحتاج إلى بعض المسارات الاستراتيجية. يجب أن يتم معالجة المسار القانوني والمسار الفني ومسار معايير المواصفات القياسية، ثم
إعطاء تركيز خاص واهتمام خاص بالسوشي تكنيكال أويرنس، اللي هو الخليط ما بين التوعية الاجتماعية والفنية والتقنية في نفس الوقت. ثم المسار الاستراتيجي الخامس، وهو مسار البحث والتطوير Research and Development. في الحالة الليبية قلنا مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية الليبية، واللي هو وجه من أوجه توظيف الذكاء المكاني، يأتي في رؤية ليبيا الرقمية اللي هي الإي ليبيا، اللي أطلقتها الهيئة العامة للمعلومات في ليبيا منذ عدد سنوات، واعتمدت فيها مشروع اسمه مشروع ليبيا سبيشال داتا انفراستراكشر، واللي استعمل في بعض جزئياته اللي هو في تطوير الجيوبورتال للمشروع، استعمل الاوبن سورس والاوبن داتا، وكان لمشروع اللي هو الاوبن ستريت ماب ليبيا دور في اطلاق حوالي أكثر من 42 مشروع للديجيتايزنج والمابينج في جميع المدن الليبية، عن طريق اللي هو الهيومانيتاريان أوبن ستريت ماب تيم، اللي هو التاسكينج مانجر للمابينج. طبعا المشروع الليبيا سبيشال داتا انفراستراكشر زي ما قلنا هو يهدف في النهاية إلى دعم صنع القرار من أجل توفير جودة حياة أفضل للناس من خلال استغلال وتوطين تقنيات الذكاء المكاني Location Intelligence في تخريط أو رسم أو عمل مابينج يحتوي على الكارتوغرافي للريسورسز، ولما نقول الريسورسز فيها كل شيء، الريسورسز البشرية والطبيعية والكارتوغرافي للريسورسز and competences، اللي بدور هذه كلها حتخليني نختار أفضل الحلول وأنجهها لدعم الـ National Innovation System. والـ National Innovation System لما يكون في حالة ممتازة ويكون فيه عطاء، حيكون يدعم الـ Social Good والـ Social والـ Sustainable Development والتنمية المستدامة، وهذا طبعا يحتاج إلى Governance ويحتاج إلى ناشونال بوليسي على المستوى الوطني. لازم يكون فيه رؤية وطنية أو رؤية من الدولة لتحقيق هذه الاستفادة من اللوكيشن انتليجنس في قالب قانوني وفني، اللي هو البوليسي والليبيا سبيشال داتا انفراستراكشر في حالة ليبيا. في حالة العامة نقوله ناشونال سبيشال داتا انفراستراكشر اللي هو NSDI، مثلا في حالة مصر أو في أي دولة تانية، فيكون على الصعيد على المستوى الوطني عندك مشروع لإدارة البيانات المكانية خاصة بدعم وتوطين فكر أو مفهوم Location Intelligence. بشكل عام Location Intelligence هذه الهيستوريكال التدرج التاريخي لمفهوم Location Intelligence، في سنة 1854 تم استخدام أول خرائط بسيطة اللي تعبر على طريقة إدارة بيانات عن طريق خريطة ومناولتها لتحديد بعض الأماكن اللي صارت فيها بؤر لانتشار أوبئة وأمراض، وربط هذه الانتشارات بالتلوث في مصادر المياه. في 1960 صار عندنا أول يعني layers أو مفهوم layers في طبقات البيانات المكانية ونظم معلومات جغرافية، يعني عندنا first GIS. في 1970 كان عندنا أول خريطة جغرافية رقمية حاسوبية عن طريق الكمبيوتر، وبعد وفي 1980 كان عندنا أول software أو commercial software خاص بنظم معلومات جغرافية. في 2006 كان عندنا أول interactive map، خريطة تفاعلية لنظم معلومات جغرافية. في 2011 بدأنا نستعمله في المابينج عن طريق السوشيال ميديا تراكينج، وبعدها في 2012 أصبح عندنا أول كورس يدرس تحت اسم Location Intelligence، وهذا طبعا كان في 2012. في وقتنا الحالي الآن Location Intelligence بشكل واسع جدا جدا يدخل في جميع تطبيقات التقنية، وهو باختصار عملية الـ location services. هي طبعا
هي عبارة عن location intelligence, location services. والآن لو تشوفوا كل تطبيقات الهواتف أو تطبيقات الرقمية كلها تحتاج إلى location services. يعني location intelligence هو الدعم location services, واللي نشوفه فيه الآن في كل ال connected objects وال internet of things وال وهذا طبعا يدخل في جميع المراحل اللي لها علاقة بالبيانات المكانية, من مرحلة تجميع البيانات أو غير البيانات المكانية, حتى بيانات أخرى يدخل فيها اللوكيشن انتليجنس في عملية الريتريف أو عملية الاستخلاص وتجميع البيانات. ثم يأتي في عملية الانفورميشن بروسيسنج وديسيجن ميكينج, ويدخل في الكنترول اند اوبتمايزيشن للأكشنز وردود الأفعال والقرارات اللي احنا حنتخذوها. هذه التسلسل التاريخي لتطور مفهوم اللوكيشن انتليجنس. اوكي, احنا فهمنا الان لوكيشن انتليجنس, لكن هل نقدر نقول ان احنا واصلين لليفل معين, او شنو هو الماتوريتي ليفل او مستوى النضوج في لوكيشن انتليجنس؟ كيف نعرف ان احنا عندنا لوكيشن انتليجنس ولا ما عندناش؟ فلو عندنا هذا من منظور نظم معلومات جغرافيه وبيانات مكانيه, كيف نعرف ان احنا وصلنا لمستوى نضوج معين؟ شنو هو المسطره اللي نقيسه عليها او القياس اللي نقيسه عليه مراحل تطور نموذج خاص بنظم معلومات جغرافية من خلال محتويات أو من خلال كراسة مواصفات, خلينا نقوله شنو هو مفروض يكون فيه الموديل هذا. In general, يعني لما يبدأ عندي general insight اللي هو عبارة عن الموديل اللي يعطيني basic analysis في الماكرو ليفل, لما نقوله ماكرو ليفل هذا على مستوى الدول وعلى مستوى الولايات والحدود الإدارية. إذن أنا في الليفل 1, لو ضفت بيانات إضافية للبيزك إنسايتس وحطيت جيو كودينج على الليفل 1, حيصبح هنا في الليفل 2 واللي هو إنريتشد موديل. لو زدت عملت إنكريزينج في الكمبليسيتي وفي التعقيد بتاع حجم البيانات والجيو كودينج, وضفت حاجات هاي بريسيجن, حاجات في يعني بيانات أو معلومات بدقة أعلى وأكيورسي أعلى, فهنا حنصبح عندي المستوى الثالث وهو مستوى بريميوم في السكيل بتاع لوكيشن انتليجنس. لو درت ميرجينج للديتا سورسز وجبت بيانات من مصادر مختلفة ودرت لها انتجريشن في نفس الموديل بتاعي ودرت ريتريفينج أو دي ريتريفينج لديتا سيتس من كومبانيشن مختلفة, أصبحت أنا في مستوى اللي يسمح لي إنه نعمل فلتريشن وأجريجيشن للديتا وكلاسيفيكيشن في لايرز, وهذا الليفل يصبح عندنا الليفل نمبر ليفل 4. لما نبدأ الموديل بتاعي يسمح لي بعملية اتخاذ القرار في الريل تايم ويساعدني على نعمل اكتيفيشن للويب انيبلد داتا سيرفيسز, وتبدأ عندي خدمات الويب مفعلة بفضل خرائط الرقمية اللي تعتمد على الذكاء المكاني وعلى اللوكيشن انتليجنس. أنا وصلت في الريل تايم ديسيجن ميكينج بروس, وهذه هي الليفل 5, وهذا هو اللي يعتبر اللي هو الريل تايم ليفل, واللي هو إلى حد ما تقدر تقول إن عندك موديل يعني فيري ريتش ويسمح لك ب انك انت تعمل عملية اتخاذ قرار في الوقت او في آنيا في او لحظيا. هذا بالنسبة للوكيشن انتليجنس بشكل عام او تعريفه بشكل عام. لو جينا للإيكونوميك كونتكست, شو نستفيده من اللوكيشن انتليجنس؟ ناخده ونستعرضه بعض الحالات او بعض اليوزس العامة لاستعمالها, مثلا في الإدوكيشن انه نقدر نختار افضل مكان ونعمل سيموليشن لافضل مكان لدراسة التركيبة الاجتماعية لمعرفة حجم وسعة المرافق التعليمية بالنسبة فيما يخص الإدوكيشن. كذلك في عملية السوشيال هاوسينج, في عملية الببليك ترانسبورتيشن, كذلك ممكن نستعملوه في الميديا, لأن عندي لوكيشن بيزد يعني عندي إعلانات موجهة بناء على أو دعاية أو شغل إعلام موجه بناء على اللوكيشن. في ريل ستيت, في السايت ايدنتيفيكيشن, وإنك أنت يكون عندك عارف إنه حيكون منطقة
جذب او منطقه استثمار سياحي مستهدفه او بريدكتد او متنبأ بها انه حيكون في المنطقه الفلانيه، حيكون هذا حيكون في نشاط كبير وحيكون ارتفاع في سعر الارض هذه وحيكون استثمار مهم فيها. بالتالي هذه التنبؤات يمكن استخلاصها او التنبؤ بها من خلال نماذج اللي تسمح باجراء التحليل المكاني لوكيشن او سبيشال اناليسيس، واللي هو نوظف فيها في تقنيات الذكاء المكاني. كذلك في تطبيقات في الانشورنس، المناطق ذات الخطوره العاليه خطوره اقل، ربط الاسعار بالخطوط بالريسك. كذلك في عمليه اللاند كفر واللاند يوز، في رقمنه الغطاء النباتي، تحليل الغطاء النباتي و استنتاج العديد من المؤشرات اللي لها علاقة بالبيئة والانفايرومنت والزراعة والاستعمال الأراضي، كذلك حوكمة وإدارة حقوق الأراضي. هذه كلها تطبيقات ممكن استعمالها أو استفادة من اللوكيشن انتليجنس فيها. حنجون عرف زي ما قلنا باش نوصل المفهوم بطريقة ملموسة أكثر، اللي هو ناخده على سبيل المثال مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية في ليبيا. كيف استفاد من البيانات المكانية؟ كيف استفاد من الكراود سورسينج في دعم اللوكيشن انتليجنس؟ فزي ما قلنا ان احنا عندنا الهدف بتاعنا ان التارجت النهائي ان احنا نوصله ان نصنعه ديجيتال توين. وهذا ديجيتال توين هو عبارة عن جزء من ديفلوبمنت سيستم اللي حنعتمدوه باش نوصلوا به لداتا بيزد مانجمنت سيستم فور سمارت سيتي. هذا هو الهدف بشكل عام. يعني صح سمارت سيتي مازال بعيد شوية، مازال تحديات كبيرة، مازال نحتاج الى يعني شغل مكثف وتناولوا العديد من المسارات الاستراتيجية عشان نوصلوا لها، ولكن البداية نحن نبدو نفكروا بمنطق أن نحن يكون عندنا موديل يسمح بالمحاكاة للواقع الحقيقي أو الفيزيكال بيلت انفايرومنت اللي موجود قدامنا في المدينة أو في البيئة المحيطة بنا، نعمله له ديجيتال ريبريزنتيشن أو تمثيل رقمي ونخلوه في صورة ديجيتال توين، عشان يكون هذا الديجيتال توين هو الأداة اللي بنعمله بها داتا بيزد مانجمنت سيستم اللي بيوصلنا للسمارت سيتي. لو خشينا شويه في التكنيكال يعني برسبكتيف للديجيتال توين اللي هو ولا البيزد مانجمنت داتا بيزد مانجمنت سيستم، نحن بناخذه مثلا على سبيل المثال يكون عندنا سبيشال داتا انفراستراكشر، واللي هو ممكن نغدوه بالانتجريتد سيستم بتاع الجيو بيم اللي هو انتجريشن ما بين الجي اي اس والبيلدينج انفورميشن موديلنج. تكنيكلي هذا حيكون عندنا تو سيستمز، سيستم خاص بالسوفت وير اللي يتعامل مع البيم وسيستم خاص بالجي اي اس، هادو الانكودينج بتاعهم هذا بالاي اف سي وهذا بالسيتي جي ام ال على سبيل المثال. هادو بيصنعوا لي مع بعضهم 3 دي جي اي اس و 3 دي سيتي موديل وبيم موديل ومودلز خاصه بالفاسيلتي مانجمنت. هذا كله مع بعضه حيعطيني في المستوى الافقي حيعطيني سيتي انفورميشن موديلنج. وهذا السيستمز هذه كلها لما الكومباينيشن تاعها حتوصلني ان يكون عندي ديجيتال توين او توأم رقمي. الخلاصه او الثمره اللي هي احنا حطيناها كتارجت من البدايه باش نوصلوا لها عشان نعملوا انيبلنج لمفهوم السمارت سيتي مستفيدين من اللوكيشن انتليجنس. طبعا هذه البلوكس الاساسيه في الـ في الـ في الكونسبت العام والبروف اوف كونسبت. بعدين حنجو للديفلوبمنت اوف سيتي انفورميشن موديلنج اللي هو احنا عندنا زي ما قلنا الكور اللي هو سيتي انفورميشن موديلنج. عندنا الجي اس جيوغرافيك انفورميشن سيستم بيتقاطع مع البيلدينج انفورميشن موديلنج في اللي هو جوبيم، ويتقاطع مع السمارت سيتي في 3D CAD الخاص بالIFC، ويتقاطع مع الGIS في 3D GIS اللي هو عن طريق الستاندرد بتاع City Geographic Markup Language. هادو التقاطعات كلها مع بعض حتعطيني موديل اسمه City Information Model أو City Information Modeling. طبعا الـ باختصار اللي هو
استعمال البيم على السكيل بتاع السيتي. هذا هو اختصار سيتي انفورميشن موديلنج، واللي حيوصلنا ليه اكيد هو اللوكيشن انتليجنس تكنيكس اند تولز، واللي هو نبغى نوظفه الاوبن سورس والاوبن داتا في تمكين اللوكيشن انتليجنس من اجل دعم وصنع نموذج خاص بالسيتي انفورميشن موديلنج. نشوف بعدين لي المين اللايرز. حيكون عندنا موديلنج كونسبت اللي هو سيتي انفورميشن موديلنج، اللي ممكن يكون عندنا انتجريشن مع بيلدينج انفورميشن موديلنج. على مستوى السيستمز حيكون عندي 3 دي جي اي اس و 3 دي كاد، ممكن يكون بخير 3 دي كاد اي مصدر يسمح لي بنمذجة معلومات البناء او البيلت انفايرمنت. وبالنسبة للديتا موديل اكزامبل على سبيل المثال، في ما يخص الكولم هذا حيقولوا عندنا سيتي انفورميشن موديلنج، وفي الكولم هذا يقولوا عندنا الاي اف سي او الاندستري فاونديشن كلاسز. بالنسبة للليفلز بتاع الماتوريتي بتاع السيتي انفورميشن موديلنج، زي ما شفنا بدري عندنا الماتوريتي ليفل للوكيشن انتليجنس، قلنا من جنرال انسايت للريل تايم. احنا بنشوف الان ما هي مركبات او مكونات النموذج اللي نقدر نقول عليه ان هذا نموذج ناضج او متكامل، او ما مدى النضوج او ليفل اوف ديتيلز اللي موجوده في سيتي انفورميشن موديلنج عشان نقول هذا النموذج هو اللي مو حيسمح لنا ان احنا ممكن نوصله نحل خلق ديجيتال توين او توأم رقمي او سيتي ديجيتال توين اللي حيدعم لنا كونسبت السمارت سيتي. في اللاير 1 اللي هو حيكون عندنا اللي هو الطبقة الأولى، لو كان هنا عندنا لاير 0 اللي هي التيرين أو الأرض، هذا فقط basic information about general location بتاع الموقع العام بتاع الأرض بتاعي، هذا في اللاير 0. لو انتقلنا للمرحلة اللي بعدها ضفنا المباني، ضفنا الكارت بيلدينج وحطناها في نموذج بتاع بيم، حطناهم على الأرض هذه في الديجيتال موديل اللي عندي، حنوصلوا للاير 1. اللاير 2 لو ضفنا organizational structure and facilities وضفنا infrastructure للبيلدينجز على الموديل بتاع البيم، حيصبح عندي هنا اللاير 2 أو مستوى النضوج الثالث للموديل City Information Modeling. في المرحلة الرابعة لو ضفنا الديتا من اللاير 0 لللاير 3 اللي تكررناهم قبل شوية، وحطينا معهم سنسورز وعملنا اللي هو البعد الزمني اللي هو بعد التايم دخلناه في الوقت، ودخلنا عندنا ريال تايم سنسورز ودرنا كونكتد ديفايسز، دخلنا الديتا اللي جاية منهم على النموذج نفسه النموذج الرقمي، أصبح عندنا فيرشوال سمارت سيتي موديل، وهذه اللاير رقم 4 في مستويات تطور سيتي انفورميشن موديل. المرحله الخامسه اللي هي حنقول ان احنا ولا عندنا ديجيتال توين. امتى يصبح عندنا ديجيتال توين؟ لما نعمل في ريتريف من الداتا نعطيها للموديل في المرحله اللي بعدها، نطلع منها انفورميشن ونعاود نضخها في المرحله رقم 4. يعني ناخذ داتا من اللاير 4 ونعمل لها بروسيسنج في الموديل، تعطينا انفورميشن، نعاود نصلح الفيدباك او الاوبريتنج داتا او الاوبريشنال داتا اللي طلعتها من هنايا، حنعمل بها بعض القرارات حتصير عندي انفورميشن منها، حنرجع نضخها في النموذج وهكذا. لما نعمل لما يبدا عندي اللوب هذه، انا وصلت لليفل 5 او لاير 5 من باي يوزنج داتا فروم لاير 4 عشان تعمل سيموليشن في الريل تايم، وهذه هو أفضل مراحل النضوج في City Information Model اللي هو خاص ب Virtual Digital Twin للSmart City. الآن شوفوا كيف السيم هذا، كيف السيم اللي هو مرتبط ب Basically مرتبط باللوكيشن Intelligence، كيف نقدروا ندعموه عن طريق البيانات المفتوحة اللي هي الأوبن ديتا أو الكراود سورسينج بشكل عام. في اللي يخصنا إحنا، بما إن إحنا نتكلم على المابس ونتكلم على السباشال ديتا أو اللوكيشن انتليجنس أو البيانات المكانية ونظم المعلومات الجغرافية، فإحنا نتكلم على بيز مابس أو خرائط أساس.
هي هذه النواة واللبنة الأساسية في بناء سيتي ديجيتال توين. يعني من غير بيز ماب ما تقدرش تصنع سيتي ديجيتال توين، لأنك أنت ما تتكلمش على بيلدينغز فقط، تتكلم على سيتي بالكامل، ما تتكلمش على بناية واحدة، أنت تتكلم على 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 بيز ماب على مستوى الناشونال سكيل، لأن في عندك انفراستراكشر، والانفراستراكشر حتعمل لها بيلدينغ انفورميشن موديلينغ على السكيل نتاع الانفراستراكشر، حتصبح عندك داخله كل المركبات هذه داخله في البيز ماب بتاعك. شنو علاقه هذا بالديتا بالاوبن ديتا؟ طبعا تشوف في مرحله الديتا كولكشن عندنا بعض الادوات اللي ممكن نعرضه، اهمها وابرزها كامثله، وممكن بعض الحضور الكريم يعرفوا الادوات هذه اللي هي الاوبن ديتا كيت. عندنا الكراود سورسينج مثلا اللي هو زي اوبن ستريت ماب، عندنا الامجري ممكن يكون عندنا ستريت ليفل ايمج والكلوز رينج ايمجري زي مثلا الكارتا فيو والمابيلري. عندنا مثلا باش نعملوا كواليتي كنترول للمابس نتاعنا ويكون عندنا هاي ريزولوشن ايمجري من كلوز رينج ايمجري، عندنا اوبن اريال ماب اللي هو الناس اللي يغدوا في البلاتفورم اسمها اوبن اريال ماب بالصور اللي هي تم التقاطها بالدرون ووضعها كبيانات اوبن ديتا. هذا كله مع بعض ممكن يدعموا ناشونال سبيشال ديتا انفراستراكشر زي ما صار في حاله ليبيا، مشروع البنيه التحتيه للبيانات المكانيه ممكن يستعمل ديتا كولكشن تيبلز، ممكن يستعمل بيز ماب اوبن ستريت ماب، ممكن يستعمل كارتا فيو، ممكن يستعمل اريال اوبن ماب. وهذا كله عشان نوصله في النهايه نصنعه 3 دي سيتي موديل عن طريق سيتي جيوغرافيك ماركب لانجوج اللي هو من اوبن جي سبيشال كونسورشن، المجمع العالمي للبيانات المعايير والمواصفات القياسيه للبيانات المكانيه. هذا كله في النهايه حيعطيني اللي هو سيتي انفورميشن موديلنج. يعني احنا دعمنا السيتي انفورميشن موديلنج بالبيانات المفتوحه بالاوبن ديتا في سياق او اطار عام اسمه لوكيشن انتليجنس عشان نوصله لصناعة City Information Model اللي حيسهل لنا عملية صناعة Digital Twin أو City Digital Twin من أجل Smart City. بعد Results مثلا هذه باستخدام Results Crowd Sourcing كيف يعمل Support مثلا في Land Cover. مثلا في مشروع LSDI كنا حنأكدوا عليه كحالة دراسة أو حالة خاصة اللي هو كبلاتفورم او جوده جيو بورتال للناشونال سبيشال ديتا انفراستراكشر في ليبيا، تم اعتماد الاوبن سورس تولز والاوبن سوليوشنز. وهذه بعض الامثله لبعض اهم الادوات اللي تم استعمالها في المشروع. فيما يخص المعايير والمواصفات القياسيه تم استعمال الايزو 311 وكذلك الاو جي سي. فيما يخص الأدوات العرض وإدخال البيانات وقواعد البيانات تم استعمال QGIS والPostgres والPostGIS والPostSQL، كذلك تم استعمال GWeb Cache والGEXT والGeo Servers. فيما يخص الداتا ليبراري او المكتبات اللي تتعامل مع الاوبن ستريت ماب تم استعمال الليفلت. الفورمات العامه بالنسبه للمشروع ال اس دي اي والتدرج بتاعها تبدا من مابس او رو داتا او اي دوكيومنتيشن خاصه بالبيانات المكانيه اللي تعامل مع الظاهرات الطبيعية أو المبنية أو اللي هي من مان ميد أو من صنع البشر، سواء كانت في السرفيس سب سرفيس هيدرولوجي انفيرمنتال جيو هازاردز. هذا كله طبعا اللي صار لعملية بروسيسنج عن طريق ستاندرز اللي هو قلنا الأو جي سي، بعد يصير بروسيسنج دير ستورينج للديتا والميتا داتا جنريشن، بعدها حيصير كونفيجريشن للجيو داتا، حيدخل كل الكلام هذا في جيو داتا بيز أو LSDI داتا بيز، وحيتم الفيزواليزيشن متاعها والديتا شيرينج عن طريق سبيشال اندكسينج ريسيرش موتور اللي هو الجيو بورتال اللي خاص بالناشونال سبيشال ديتا انفراستراكشر في ليبيا.
ال اس دي اي بشكل عام هذا الاورجنايزيشنال دايجرام بتاعها اللي هو الكور بيحتوي على مجموعه من المكاتب او مجموعه من الوحدات اللي لها مهام ولها موارد بشريه وتقنيه. طبعا اهم حاجات اللي كنا ركزنا عليها اللي هو الريسيرش اند ديفلوبمنت ستاندردز اللي هو الداتا والريتريفنج والكولكشن بتاعها والسبيشال كفرج، هذا كله طبعا بيدخل في سبيشال داتا بيزد مانجمنت سيستم والجي اي اس سيرفرز. ثم الابس او تطوير الابس اللي لها علاقه ب اللي ممكن تدعم عن طريق الجيو بورتال، نحن ناخذه اي بي اي خاص بالاندكسنج من البيانات المكانيه اللي حنطور به بعض التطبيقات، وتصبح اللوكيشن انتليجنس يطلع لي خدمات او جيو سيرفيس معتمده عن طريق معتمده على بيانات المستخلصه من الجيو بورتال الخاص بالناشونال سبيشال داتا انفراستراكشر. المستوى الاول اللي هو المستوى اللي هو الجنرال انفورميشن اوثوريتي اللي هي الهيئه العامه للمعلومات، هذا مستوى الجوفرنس، وبعدين عندها مستوى المانجمنت اللي هو في البروجكت مانجمنت، وبعدين عندها مستوى الادمنستريشن اللي هو يبدا من اللاير اللي تشوفها قدامك، الميديوم انفورميشن والريليشن والتكنيكال وغيرها. بعدين عندنا الفريم ورك بشكل عام، عندنا السيستمز هذا طبقه السيستمز، وبعدين عندنا الديفلوبمنت للمشروع، وعندنا بعدين الديبلويمنت في الاخير اللي هو عند البروجكت، عنده ويب وعنده سبيشال بورتال اللي هو البوابه والموقع الالكتروني الخاص ب نشر دليل البيانات المكانيه في ليبيا ودعم اللوكيشن انتليجنس. طبعا البيانات القطاعيه، كل قطاع في الدوله عنده وحده نظم معلومات جغرافيه يدخل في قواعد البيانات القطاعيه، ثم تدخل لي عن طريق الميتا داتا لقاعده البيانات الام عشان يكون عندنا هنا ريسيرش او يكون عندنا اندكسنج او كاتالوج لكل البيانات المكانيه الموجوده في الدوله او عند الجهات. وبالتالي تلقاها بعدين عندك الجنرال انفورميشن اوثوريتي، عندنا جلوبال اندكس جي اي اس، وفي ريسيرش موتور هنا تقدر تعرف اي بيان مكاني، اي خريطه جويه، اي لوحه، اي تقرير، او اي جداول تابلر داتا فيها بيانات مكانيه، كلها هتكون موجوده في وقابله للمشاركه حسب سياسه وبوليسي خاصه بالبيانات، وحسب ناشونال بوليسي او سياسه وطنيه خاصه بمداوله ومشاركه البيانات المكانيه. هذا بشكل عام اسماء القطاعات او جهات المشاركه حاليا في مشروع البنيه التحتيه للبيانات المكانيه. عندنا الاريا اوف انترست بعدين مربوطه بالميتا داتا اللي فيها، حيتم عرضها ل الخريطة اللي هم مستعملين زي ما قلنا كخلفية للعرض البيانات المكانية، مستعملين الأوبن ستريت ماب وهو مصدر أوبن ديتا، إذن هو يدعم في اللوكيشن انتليجنس لصالح الناشونال سبيشال ديتا انفراستراكشر. الكونكلوجن بشكل عام، أهم شيء في مشاركة وتطوير نماذج على مستوى الناشونال سكيل لازم يكون عندنا ناشونال بوليسي أو سياسة وطنية، لازم يكون في قرار سيادي وسياسي خاص بالدولة في إدارة البيانات المكانية، ولازم يكون عندنا إطار قانوني أو تشريعات خاصة بتنظيم تبادل ومشاركة البيانات المكانية وتصنيفها من حيث أنواع البيانات، بيانات تشغيلية، بيانات سرية، بيانات لا علاقة بالأمن القومي، بيانات لا علاقة بالتخطيط العمراني، بيانات لازم يكون فيه تصنيف، بيانات قابلة للمشاركة غير قابلة للمشاركة، هذه كلها لازم يكون تحت شراف الدولة. بعدها الليميتيشنز، طبعا اللي هو أهم عائق أو أهم مشكلة الآن هو كلتشر أو فكر أو نظرة الأفراد والمؤسسات إلى مفهوم مشاركة البيانات، وهذه عقدة أصيلة في كل في جميع أنحاء العالم موجودة، يعانوا منها الكثير حتى الجهات والدول المتقدمة، ديما عندنا مشكلة في الديتا شيرينج. فلازم يكون فيه سياسة واضحة وفي إلزام معين بقوانين معينة، باعتبار أن بعض الدساتير في العالم تضع حق الوصول في المعلومة أو تصنفها أو تضع فيه في الدساتير أنه حق من حقوق الإنسان،
فما بالك ببيانات فنية وتقنية بعض الجهات تمسكها على بعض الجهات الرسمية الأخرى. يعني احنا الآن ما تكلمناش على مستوى الأفراد، احنا نتكلم على المستوى الوطني ومستوى جهات بين جهات عامة فيما بين بعضها في جميع أنحاء العالم، زي ما قلت لكم، ونشاهد على بعض المواقف زي هذه بعض الجهات العامة تمنع على بعض الجهات العامة الأخرى البيانات بحجة أن هذه البيانات فيها نوع من الخصوصية ولا يمكن مشاركتها، وأنه ما فيش قانون يقدر يستندوا عليها عشان يعملوا داتا شيرنج في هذه البيانات. هذه أهم الليميتيشنز. الآفاق المستقبلية لحل مثل هذه المشاكل اللي هو زي ما قلنا هو تطوير الأطر القانونية المنظمة لمشاركة الدول البيانات المكانية. هذه هو أهم توصية أو أهم كونكلوجن ممكن يوصى بها. هذا بشكل عام دور البيانات المكانية اللي قلنا عليها، اللي هو الكيت، اللي هو الأوبن ستريت ماب، الأوبن أريال إيمجري، السيتي جي ام ال، هذو كلهم ادوات سواء كان في الداتا كولكشن او داتا بروسيسنج او داتا ستاندرايزيشن او داتا مانيبيوليشن او صنع السيرفيسز من الداتا، هذو كلها في قالب اوبن داتا واوبن سورس. كيف صنعنا منها او خليناه يصنع مصادر تدعم الناشونال سبيشال داتا انفراستراكشر، اللي هو ممكن جهات تاخذ منها بيانات تصنع بها City Information Model، والCity Information Model ممكن نصنع منه City Digital Twin، والCity Digital Twin ممكن يوصلنا نحن نصنعه أو نوطئه لمفهوم Smart City. شكرا، بارك الله فيكم. إذا كان في أسئلة ناخدوها، وبعدها حنمشوا للتحضير للماباثون مصر الخاص اللي هو حيكون يوم 2 سبتمبر. وشكرا، بارك الله فيكم. جزاكم الله كل خير يا دكتور. في حد عنده أي سؤال قبل ما تنقل للجزء العمل إن شاء الله أو التحضير؟ في حد عنده أي سؤال؟ تمام دكتور، احنا ممكن نبدأ الجزء العملي. تمام. أخي عمر، بارك الله فيك، لو سمحت ممكن نعرض بعض المنصات اللي نتكلمت عليهم قبل شوية، اللي هو هذا على سبيل المثال. مثلا عندنا مصدر من مصادر البيانات المكانية المفتوحة اللي هو خاص بعملية الستريت ليفل إيمجري اللي هو الكارتا فيو، وحتشوفوا بعدين تعرفوا قيمته وتعرفوا أهميته بعدين في التطبيق العملي اللي نصنع منه في خريطة الأساس اللي حتدعم موضوع السيتي انفورميشن موديلينج عن طريق اللوكيشن انتليجنس الذكاء المكاني. هذا طبعا منصة كان اسمها أوبن ستريت كام، كاميرا الشارع المفتوحة، وهي مصممة مخصصة لتغذية بيانات التصوير أو قواعد بيانات التصوير الإيمجري على مستوى ستريت فيو أو ستريت ليفل إيمجري لتغذية أوبن ستريت ماب أو منصة أوبن ستريت ماب. فهذه منصة مكملة أو أداة مكملة تضخ في صور الشارع لخريطة أوبن ستريت ماب. لو شفنا عرضنا مثلا على سبيل المثال، خلينا نمشي مثلا لمصر. فالآن اللي تشوفه أمامنا هو عبارة عن مسار تم تصويره. لو نعرض المسار هذا نشوف المحتوى بتاعه.
ما نبيش ناخذ طريق سريع، خلينا ناخذ حاجة داخل المنطقة الحضرية أو داخل المدن، عشان تكون فيه تبان عندي التفاصيل يعني. فممكن ناخذ هذا إذا كان طلع عندنا شوي، عندي الإنترنت ضعيفة شوية اليوم، نحاول ناخذ مسار يكون واضح. تمام. فمثلا هذا على سبيل المثال عندنا ستريت ليفل امجري في القاهرة، تقريبا في القاهرة هذا ولا باشمهندس؟ بالتالي في القاهرة يا دكتور. المهندسين تقريبا ولا؟ تمام، هذا في المهندسين مثلا في القاهرة، اللي هو عملية الربط أو عملية المواءمة ما بين الصورة والخريطة. أنا عندي هنا صورة مرتبطة مباشرة بجيو ريفرنسد إمجري، مربوط مباشرة بالماب، وهذه ميزة كويسة وميزة مهمة جدا جدا، إنك يكون عندك إمجري أو تصوير مربوط بالخرائط. شو يستفيدوا منه الكلام هذا؟ أحيانا يكون صور الأقمار الصناعية غالية الثمن، وتكون ريزوليوشن بتاعها غير كافي لاستخراج او استخلاص المعالم او الظاهرات الطبيعيه او البيلت انفايرمنت او اي شيء او اي فيتشر او اي اوبجكت موجود عن الارض. انا عايز نرسمه، مرات ما الصور الاقمار الصناعيه غير كافيه حتى لو كان ذات ريزوليوشن عالي، لان الاشياء اللي تقدر تستنبطها وتفهمها من المسقط الافقي مش كفايه انك تعمل بها ديجيتايزنج، لانه ينقصك المسقط الامامي او الجانبي، فبالتالي انت ما تقدرش تعرف استعمال المبنى، ما تقدرش تعرف عدد الطوابق، ما تقدرش تعرف ارتفاعات. فلازم يكون عندك ستريت ليفل امجري، وستريت ليفل امجري هذا معد خصيصا لتغذيه اوبن ستريت ماب. فاني ننصح كل الناس اللي عندهم رغبه ان يكونوا جزء من صناعه أو فريق صناعه الخرائط الاساس في دولهم، ان هم يستعملوا الكارتا فيو، ويدخل لها عن طريق إنشاء حساب نفس حساب الأوبن ستريت ماب، يدخل بنفس حساب الأوبن ستريت ماب للكارتا فيو، ويبدأ في عملية تصوير المنطقة اللي هو حابب يعمل لها يرسم لها خريطة أساس. فلو انتقلنا الآن، اقتربنا شوي من المباني، حتبان عندنا وكأنك أنت ماشي في الشارع وبتشوف في كل شيء بالعين المجردة، وهذه ميزة يعني مش حتلاقيها في صور الأقمار الصناعية. وحنوريكم بعدين في التدريب كيف حنربط العملية هذه بعملية ديلاينيشن أو عملية الديجيتايزيشن للبيلدينجز والفوت برنت بتاع المباني، وربط المسقط الأفقي اللي هو جاي من المرئية الفضائية من صورة قمر صناعي بخريطة الشارع. كذلك ممكن يستفيدوا منها في السياحة، في التجارة، مثلا للدعاية والإعلام. يقدر أي حد يعمل بزنس موديل للديليفري أو للتوصيل أو أي شيء عن طريق استفادة من الصور أو دراسة وتحليل المنطقة استفادة من الصور اللي موجودة أمامه. ممكن أصحاب العقارات أو مكاتب التجارة في مكاتب الاستثمار العقاري أو مكاتب العقارات بشكل عام، بدل ما تعمل فيزيت وتأخذ في موعد وتمشي تعمل فيزيت للمنطقة وللأريا وللموقع العام، تقدر تزور الموقع العام وتفهم المحيط به وتتجول فيه عن طريق الفيرشوال فيزيت، وتعمل على الأقل زيارة مبدئية بري فيزيت للموقع، وتعرف شنو البيئة اللي موجودة فيه، شنو المنظر وشنو السكاي لاين اللي موجود في المدينة في المنطقة هذه، وشوف حتى مستوى النظافة مثلا في الشارع كله، والغطاء النباتي والخضار وغيرها. هذه كلها أمور تقدر تأخذ عليها فكرة مبدئية، أو يقدروا يستفيدوا منها الناس اللي عندهم بزنس موديل في الاستثمار أو العقار بشكل عام. هذه مثلا على سبيل المثال اللي هي الكارتا فيو. نمشوا بعدها ل
اللي هو الاريال ايمجري، الاوبن اريال ايمجري. هذه منصه طبعا اللي هو الاو اي ام، الاوبن اريال ايمجري، اللي هو حطوا فيها صور الاقماس، صور الاريال فوتو، الاريال ايمجري اللي جايه من الدرون من الهواء، يحطوا بعض المحتوى او الامجري اللي تم تصويره بالدرونز يحطوه في الاوبن ديتا هذه بلاتفورم. وكان تشوفوا يعني احنا للاسف في منطقتنا ما فيش نهائيا، يعني في مثلا في مصر، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب ما فيش. فللاسف يعني الدول العربيه ما فيش حد، يعني برغم شو حاولت نتواصل مع مجموعه من اللي هو المصورين الليبيين، ابدوا استعدادهم، ولكن لحد الان ما فيش حد يعني حط حاجه. فهذه دعوه الان لجميع الشباب اللي عندهم اريال ايمجري حابين يتطوروا، يعني يخلوها تحت ترخيص مفتوح اوبن داتا واوبن لايسنس، يقدروا يتجهوا بها مباشره للاوبن اريال ماب، ويخلوا العالم والناس يستفيدوا منها ويتفرجوا عليها ويستثمروا فيها، سواء كان للابحاث العلميه او للتطبيقات الاخرى، وممكن يصنع منها حد، ممكن يصنع منها بزنس موديل، واي نوت. فهذه كلها ناخذ مثلا على سبيل المثال، هذا مثلا هذا موديل لو شفناه. وبس قاعد يعمل في داونلود، خلوه يكمل بعدين نرجع له. بعدين قلنا عندنا البلاتفورم الثانية اللي هي خاصة بإدارة مشاريع الرقمنة أو رسم الخرائط على أوبن ستريت ماب، اللي هو التاسكينج مانجر، واللي هو بعد شوية أخي عمر حيشرح لنا على مشروع مصر وشنو المطلوب من الأخوة يوم المابثون إن شاء الله. حيعرض لنا رقم المشروع، حيكون فيه أكثر من مشروع ليوم 2 سبتمبر. نستهدف من خلالها تدريب الأخوة الجدد على استعمال المابس في أوبن ستريت ماب، كذلك المشاركة في إنجاز قدر من خريطة الأساس في بعض المدن في مصر. فهذا البلاتفورم هو خاص بإدارة البيانات، بإدارة المشاريع التخريط. فمثلا لما الشخص يعمل حساب اكونت في الاوبن ستريت ماب، يقدر ياخذ نفس الايدنتيتيز بتاعها في الاوبن ستريت ماب، يعمل بهم، يكون بهم، يعمل ساين اب في تاسكينج مانجر. بعدين السيد عمر اخي عمر حيشارك معاكم اللينكس الخاصه بالبلاتفورمز هادو عشان تعملوا فيهم حسابات وتبدو في عملية اللي هو الكونتريبيوشن. مثلا بعد ما تكمل انت الكونتريبيوشن او تشتغل، حيكون عندك كاونتر او عداد يحسب لك عدد الساعات اللي انت اشتغلتهم، عدد المباني اللي انت رسمتهم، عدد الكيلومترات الطرق، البوينت اوف انترست اللي انت دخلتهم، نشاطك على التايم لاين، على الزمن، الايام اللي اشتغلت فيهم باليوم، اهم اللي هم التوب 5 بروجكتس اللي انت اشتغلت فيهم، كم تاسك عملت لها مابينج، كم تاسك عملت لها فاليديشن. يعرض لك خريطة العالم، مشاركاتك على خريطة العالم، وين شاركت انت في اكثر يعني الاماكن او المشاريع اللي انت شاركت فيهم. وحيعطين لك بالتاسكس، مثلا في ليبيا عندي 5000 تاسك او كذا او ما الى ذلك. بعدين اذا كان حابب تشارك او تعمل كونتريبيوشن على بروجكت معين، هتدخل explore projects مثلاً، وحتمشي مثلاً لمشروع مصر مثلاً اللي هو أخي عمر عمل setup لمشروع اسمه رقمه 13389. فلو مجرد ما تكتب في research على project تكتب 13389، فحيقول لك إن هذا Egypt project اللي هو ايجيبت ماباثون، عملت عليها كليك.
ودخلت للمشروع لقيت انه هو عبارة عن الاريا هذه. فانا قلت له انا عايز نعمل كونتريبيوشن، فمجرد عملت كونتريبيوشن وعملت كونتريبيوت، فبيقول لي هو سامحوني شوي الانترنت ضعيف اليوم. فمثلا هذا بيعطيني الليجند بتاع المشروع، هذا الابيض available for mapping، الازرق هذا ready for validation، الاصفر more mapping needed، الاخضر finished، وهكذا. فانا لو مجرد اختار اي تاسك من التاسكس هذو، هذه عمليه تنظيميه. الفائده منها انها ما تخليش اي حد يشتغل مسج دوبليكيشن في الشغل على نفس الاريا. مجرد ما نختار مربع معين هو حيعمل عليه قفل، وحيقول ان هذا فلان هو الان بصدد الرسم، فما فيش حد تاني حيدخل عليك ويرسم معك في نفس التاسك اللي انت تشتغل فيها. وهذه عمليه تنظيميه، وخلينا تنظم منه الشغل يعني. فنعمل ماب سيلكتد تاسك. فهو قال لي هنا بليز فيريفاي ان الجوزم هو جافا اوبن ستريت ماب اديتور. فاحنا مش هنشتغل بالجوزم. الفرق بيناتهم طبعا، جوزم لازم يكون الاي دي اديتور، لازم تكون عندك انترنت وتشتغل اونلاين، اما الجوزم تقدر تشتغل حتى اوفلاين. فانا اخترت هذه التاسك وبنبدا نعمل لها مابينج. خلاص انا الان نشتغل داخل الحدود اللي هو مرسومه قدامي. عندي مربع باللون البينك اللي تشوفوا فيه، انا هذا المفروض ما نطلعش برا من الحدود بتاع المربع هذا. ممنوع تطلع ترسم برا من الحدود بتاعك. اذا كان اكثر من نصف المبنى واقع في الحدود بالضبط، واقع اكثر من نصف المبنى واقع عندك في الاريا بتاعك انت، ممكن ترسمه. اذروايز ما ترسمش، عشان ما يكونش اللي في جنبك عامل لوك لنفس التاسك المحاذية ليك، وهو انتم الاثنين ترسموا نفس العنصر، فما او ما تجيش يعني. فلاحظوا الان، شوفوا هنا مثلا الان البنايات مش مرسومين اللي موجودين. هذا الفوت برنت بتاع المبنى مش مرسوم، محتاج نحن نرسمه. فشوفوا للاسف كم عدد البنايات اللي مش مرسومين، حتلقوا عدد كبير، وهذه خساره كبيره يعني. مش معقول يعني نحن يكون عندنا بيز ماب تكون خاليه من الفيكتور داتا يعني، لان الراستر او الامجري غير يعني، ما تقدرش تدير منها تعمل منها ريتريف. لازم تحول الراستر لفيكتور، وتحول البيانات مجرد ان هي صور ميته او راستر امجري الى فيكتور داتا عباره عن بوينت لاين بولي لاين ولا بوليجون. هذو هم الاشياء اللي تقدر تعملهم ريتريف، وتقدر تسميهم وتدير ميتا داتا ليهم، وتعمل لهم اسوسيشن مع بيانات وصفيه وبيانات تكميليه اخرى لكل عنصر او كل فيتشر انت ترسمها. يعني العماره هذه الان ما لهاش معنى على الخريطه، لانه مجرد صوره فقط. الصوره هذه غير تفاعليه، ما فيهاش، مش مرتبطه بقاعده بيانات، او مش مرتبطه بفيكتور داتا. معناه ما نقدرش نعمل لها اي اضافه لبيانات هندسيه تعمل لي ريكونستراكشن لل3 دي سيتي موديل. وهذا طبعا من ناحيه اللي هو الماستر بلان اللي حنشتغلوه، حنطوروه من مجرد يعني حنبدو بالراستر صوره مرئيه فضائيه، نشتغل على الفوت برنت، نرسموه، نعمل له اكسترود، نعمله منه 3 دي، بعدين نطوروه الى نموذج بيم، ثم نموذج سيم، ثم سيتي ديجيتال توين، ثم يكون عندنا اللي هو التولز اللازمه لمحاكاه فكره المدينه الذكيه. هذا طبعا الانفايرمنت اللي نشتغلوا فيه كله اوبن داتا واوبن سورس، وهذا كله طبعا لوكيشن انتليجنس، او ممكن يحول لك الشغل اللي انت عملته الى خدمات تعتمد على ذكاء المكان، اللي هو يدعم ذكاء التطبيقات ويدعم ذكاء الاعمال، البزنس انتليجنس المدعوم باللوكيشن انتليجنس بالذكاء المكان.
هذا فيما يخص الاوبن ستريت ماب. لازم يكون الان كل واحد يعمل حساب، يفتح حساب على منصه اوبن ستريت ماب. اوبن ستريت ماب عشان تفتح فيها حساب بسيطه جدا، العمليه تدخل للاوبن ستريت ماب دوت اورج وتعمل ساين اب. تو انا عملت مثلا هنا لوج اوت من حسابي، بعد حنجي مثلا نقول هنا تعمل ساين اب، دخل ايميلك، تعمل كونفيجريشن الايميل، ديسبلاي نيم، باسورد، كونفيرم باسورد بتاعك، وبعدين فعل اللينك اللي حيجيك على الايميل، حيكون عندك حساب جاهز على اوبن ستريت ماب. شن تعمل بيه الحساب هذا؟ لما تعمل لوجن وتدخل على حسابك في اوبن ستريت ماب، ممكن تجي مباشره حتى لو انت ما رسمتش وما كانش عندك مساهمات، ولكن حابب تستفيد من البيانات الموجوده في اوبن ستريت ماب، وتعمل لها داونلود عندك وتشتغل عليها شغل كم بها مع الكيو جي اس ولا ارك جي اس ولا اي اداه من ادوات او سوفت وير من سوفت وير الخاص بالجيوغرافيك انفورميشن سيستم. فتجي تعمل في الاكسبورت، وحتاخذ في الاشكال هذه اللي قدامنا الان، حتاخذ عن طريق الاوفر باس اي بي اي ولا بلانت اوبن ستريت ماب والى جيو فابريك داونلودز. هذا كلها مصادر تقدر تعمل داونلود للبيلدينجز والبوكسز نفعها في الاوبن ستريت ماب بلاتفورم. وهذا طبعا بالترخيص بتاع الاوبن داتا لايسنس. هذا البيانات لما اللي هو قال لك هنا اللايسنس هو عباره عن اوبن ستريت ماب، اوبن ستريت ماب داتا لايسنس اللي هو مصدر بيانات مفتوح يحق لك انك انت تستعمله حتى في الاغراض التجاريه، حتى للاستثمار، حتى انك تكون منها مردود مالي. ولكن بس تعمل سايتيشن في كل عمل انت تعمله، تعمل سايتيشن وتقول انه هو السورس بتاع الداتا اللي انت استعملتها هو اوبن ستريت ماب كونتريبيوتورز. هذا فيما يخص اللي هو الداونلود، انك انت تاخذ بلك او تاخذ حجم كبير من البيانات مكانيه لاريا اوف انترست معين وانت مهتم بها، حتبدا تدخل للاوبن ستريت ماب، تعمل اكونت وتدخل تاخذ الاكسبورت وتنزل منها البيانات عن طريق زي ما قلت الاي بي اي، انك تاخذها كلينك عشان تحطها في تطبيق ثاني، ممكن تطور تطبيق ثاني محتاج للاي بي اي، ممكن البلانيت او السم او الجيو فابريك وما الى ذلك من المنصات اللي الجماعه الكل يعرفها. لو انت حابب تعمل ايديت على الخريطه، تعمل ايديت، حتجي يعني تقوم بادخال بعض المدخلات على الخريطه واجراء بعض التعديلات. وهذه ميزه الاوبن ستريت ماب، انه يسمح للجميع بالمشاركه بغض النظر عن السكيلز او المهارات. مش لازم يكون انت اكسبيرت او تكون خبير في المجال ضمن معلومات جغرافيه او الذكاء المكاني عشان تشارك، يقدر اي واحد يشارك. يبدا بمنطقته مثلا ويرسم الاجزاء المفقوده من الخريطه، او اذا كان ما فيهاش مثلا رسم نهائي يرسمها بالكامل عن طريق الدخول للمنصه واختيار مرئيه فضائيه مناسبه وصوره قمر صناعي مناسبه من الباك جراوند. الان لو غيرت مثلا البينك هذا اللي هو الخلفيه اللي نحن نشتغل عليها، او غيرت اي نوع من هذو سبلايرز طبعا مزودين يزودوا في اوبن ستريت ماب بالخرائط باللوحات او المرئيات الفضائيه اللي حتمكن الكونتريبيوتر من اجراء عمليه الديلاينيشن او عمليه ديجيتايزنج للبيلدينجز. افضل حاجه تقريبا هي صوره ماكسر الان الى حد ما تعتبر معقوله. طبعا زي ما قلت لكم الترجمة البصرية interpretation visual interpretation أحيانا صعبة. الآن المثال واضح قدامك زي ما أنتم تشوفوا، صعب أنك تحدد. يبدو أن الأريا هذه ممكن تكون damping area أو ميكب تابع لمشروع البناء هذا، هذا ممكن يكون كان مشروع بناء، لكن هذه ممكن تكون مجاورة أو 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 منطقة صغيرة ممكن كانوا يعملوا فيها كمكب مؤقت لأثناء عملية البناء، خلى في عملية نوع من الاضطراب في الصورة في الترجمة البصرية للصورة، مش قادرين نحدد بالضبط هل هذه مباني أو غيرها. هنا يجي دور أو فائدة الكارتا فيو اللي شرحت لكم عليها وبدأت بها أول شيء بالقصد، أو جي دور فائدة الصور الأريال. لو يكون الشباب في كل منطقة بصورين بالأريال
عن طريق الدرون ومحملينها على الاوبن داتا، يقدروا الناس بعدين المخرطين او الناس اللي تشتغل في رسم الخرائط يستفيدوا من صور الدرون مفتوحة المصدر، ويستفيدوا من الستريت ليفل imagery، من الصور اللي مصورينها الشباب او الناس بالسيارات او الكونتريبيوترز بالسيارات. بالتالي حيكونوا فاهمين شنو هي الاريا هذه، ونحطوا لها بالضبط الفيكتور داتا اللي يمشي معها، والبيانات المتجهيه او تجسيد الصوره هندسيا من خلال يعني عناصر قابله للاكستروجن، او نحن نعمل لها اكستند او اكستروجن عشان نصنع منها 3 دي موديل للماستر بلان للمنطقه الحضريه المستهدفه بالمابينج او بصناعه بيز ماب لها. أنا بالطريقة هذه نكون قد أعطيت فكرة وشنو المطلوب بالضبط. الآن المطلوب إن إحنا نعمل حسابات أوبن ستريت ماب، نفعل الحسابات هذه، نكون جاهزين نشوفوا بعض المقاطع في يوتيوب أو في قناة أوبن ستريت ماب أفريكا للماباثون اللي تم تنظيمهم خلال السنتين اللي فاتت. احنا لنا الان حوالي اكثر من سنه ونص ننظم في ماباثون شهري في او اس ام افريكا، كل شهر لدوله معينه. وقلنا العدد القادم اللي هو عدد سبتمبر اللي هو بعد بكره حيكون لمصر، ومستهدف فيه تدريب المشاركين واشراكهم في عمليه رسم بعض المشاريع او بعض البنايات في بعض المشاريع اللي تهدف لبناء او صنع خريطه اساس لهذه المناطق المستهدفة بالرسم. كذلك حاولنا نوضح بشكل ملموس دور مشاركة المشاركة في بناء قواعد البيانات المفتوحة، كيف تقدر نوصل منها لشيء ملموس فعلا واقعيا. احنا نتعامل مع بناء ديجيتال توين، لا تستهين بحجم المعلومات ولا تستهين بمشاركتك في رسم على اوبن ستريت ماب، لأن هذه مفتاح بداية صنع خرائط الأساس اللي حتمكننا نصنع 3D City Model واللي بشكل مفتوح وبقيمة تكلفة صفرية، عن طريق فقط المواطنة الفاعلة وعن طريق حب وشغف مشاركة البيانات وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالذكاء المكاني. فمشكورين جدا، وإن شاء الله ما نكونش قد أطلت عليكم كثير. إذا كان في أي سؤال تفضلوا. مشكورين يعني خالص، شكر وتقدير يا دكتور. الله يكرمك يا دكتور، ألف شكر على المعلومات القيمة. لو في حد عنده أي أسئلة أو استفسار، أنا عايزين نحول الموضوع لتطبيق عمل إن شاء الله. إن شاء الله تتدرب عليها أساس، يعني يوم الجمعة تكون جاهزين كده والموضوع يكون سهل. دكتور صار بتقول شكرا لحضرتك على الشرح الوافي. دكتور أشرف، اتفضل يا دكتور. دكتور أشرف اتفضل. دكتور أشرف مش سامعين الصوت. في عنده أي سؤال؟ في سؤال المهندس سعيد، هل في آلية للتحديث على هذه الخرائط؟ طبعا شكرا، هذا السؤال مهم، بارك الله فيك يا أخي العزيز. طبعا التحديث، هذه ميزه او هذه نقطه القوه في اوبن ستريت ماب، انه هو التحديث، هو يقصد التحديث الابديت ولا باشمهندس التحديث اللي... سامعني؟ طبعا هذه نقطه القوه في اوبن ستريت ماب، انه هو يعني مفتوح بشكل مستمر لاستقبال التعديلات والتحديثات.
طبعا يجي سؤال مثلا يقول لك كيف يستمر في التعديلات ويسمح للجميع بالدخول والتحديث والتغيير في بيانات قد تكون هي هذه البيانات الجيدة والتي لا تحتاج إلى تعديل بعد ذلك يعني. فيفترض ان كل اوبن ستريت ماب في كل دوله او كل كوميونتي او مجتمع اوبن ستريت ماب في تلك الدوله ان يكون عنده لوكال سيرفر، خادم محلي خاص به، يعمل داونلود للفيرجن او للبلك او للديتا اللي في الدوله بتاعها من اوبن ستريت ماب، يعمل لها داونلود بالكامل ويعمل ريتريف لكل اللايرز اللي خاصات بالدوله بتاعها ويخليها في اللوكال سيرفر، ويعمل لها مونيتورنج وكنترول في عمليه اللي هو السينكرونايزيشن او عمليه اللي هو تزامن استخلاص البيانات بعد اجراء بعض التحديثات. فبالنسبه للتحديث، التحديث مفتوح بشكل مستمر، اي واحد يقدر في اي لحظه يقوم بعمليه تحديث لاي عنصر على اوبن ستريت ماب، ولكن لحماية نسخة معينة لغرض معين لجهة معينة لخصوصية معينة لاستثمار معين، يستحسن أن الجهة هذه يكون عندها لوكال سيرفر خاص بها، تحتفظ بنسخة من أوبن ستريت ماب بالكامل، تحتفظ بها عندها هي، تعمل بروتوكول خاص بعملية السينكرونايزيشن. أوكي، تمام يا دكتور. دكتور أشرف، في دكتور أشرف بيسأل عنده مشروع موجود على الأوتوكاد، هل ممكن نضيفها للخريطة؟ عاود لي بالله عليك، عاود لي السؤال كيف؟ هو عنده حاجات مرسومة على الأوتوكاد تمام. وعايز يضيفها على الخريطة. ما فيش بأس، ما فيش مشكلة، بالإمكان إنه هو يضيفها يعني. بس هل هي عملها عنصر بعنصر، ولا هي داتا ست او داتا بيز كامله، عايز لاير كامله عايز يحملها لاوبن ستريت ماب؟ أنا بالتالي عندي الداتا كاملة. الداتا كامله هي غير محببه الى حد ما، غير محبب في اوبن ستريت ماب انك انت تعمل ابلود للايرز متكامله، لان في الحاله هذه حيكون لو لا سمح الله في حد جاب بيانات تخريبية بكم كبير وحطها في يوم وليلة في الخريطة، حيفسد الخريطة بالكامل. فهم عاملين ليميتيشن لعملية اللي هو التحميل لفوليوم كبير من الداتا في نفس الوقت. في بروتوكول معين بعدين ممكن نبعته لك تحمل فيه بيانات بكمية كبيرة، ولكن فيري ستريكت، وفي متابعة وفي عملية يعني authorization عشان تعمل تكمل البروسس هذه، خوفا من 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 الأعمال التخريبية على الخريطة يعني. تمام. طيب باشمهندس فاطمة، ما ظني فيك ولا حشيش، شوف ترى جيب الله، ما بقاش بتدور في الظلام، عندك ضي طيب. الدكتور اشرف بيقول لك الداتا دي اتعملت في مشروع تبع الدولة، ففي الليارات ممكن تحسن دقة الخريطة، ودي حاجة معمولة في الصعيد يعني في جنوب مصر. ممتاز. إذا كان البيانات موثوقة وبيانات دقيقة وتحسن جودة الخريطة واللايرز فاليديتد يعني، وفيها كواليتي كنترول وكواليتي اشورنس بطريقة معينة، هذه ممكن يتخذ فيها يعني اكسبشن وتنعمل فيها تتبع فيها البروتوكول الخاص بالابلود للبالك داتا، فهذه بالعكس تكون مرحب بها يعني. تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير. العفو. طيب في أي أسئلة؟ في حد عنده أي أسئلة إضافية؟
فأنا أردت بس يعني للتوضيح عشان الواحد يشوف يكون عنده مثال ملموس، والناس اللي في التخطيط العمراني والناس اللي هم في نظم المعلومات الجغرافية ولا في إدارة المدن ولا إدارة البنى التحتية ولا المنسبلتيز ولا غيرها يعرفوا القيمة الفنية والتقنية لما يكون عندك بين يديك 3D City Model بالأبعاد الحقيقية بالدايمنشنز الحقيقية للمدينة بالكامل. لا وفوق ذلك إن هو الموديل هذا مجاني، صفر التكلفة، القيمة صفر، يعني مجرد أن الكونتريبيوترز يتمتعوا بدرجة من المواطنة الفاعلة حبوا يكملوا الخريطة بتاع البلد بتاعهم. دكتور الصوت مش موجود. طيب على ما الدكتور يدخل في سؤالين بس حاول اجاوب عليهم بعد اذنه. هل يوجد متطوعين يمارسوا يوم الجمعه على مستوى كل المحافظه؟ لا، هي الناس كلها هتدخل، هتلاقي ان احنا شغالين على جزء صغير من القاهره اللي هو مدينه العاشر من رمضان. هيدخل معانا ناس من ليبيا وناس من اوغندا وناس من جنوب افريقيا وكل الدول الافريقيه ان شاء الله مشاركين معانا. تمام، في ناس من موريتانيا، ناس من الجزائر، ناس من تونس. تمام. طيب كيف يمكن التأكد من صحة البيانات باعتبار إن أي حد يقدر يضيف البيانات؟ في ناس مخصصة بتعمل فاليديشن، يعني كل بلد بيبقى فيه 2 أو 3 مسؤولين إن هم يعملوا فاليديشن ويتأكدوا من المعلومات ديت. بتجيلنا ميل إن في حد عمل حاجة فبندخل نتأكد من المعلومة قبل ما يتوافق عليها، ولو في حاجة معينة ممكن نشيلها وهكذا. لو في حد صور صورة بالغلط، يعني حد صور مثلا صورة عنده في البيت بدل ما صور في الشارع، تصوير بالدرون هل يحتاج لترخيص معين أو التصوير عموما؟ كل بلد بيبقى ليها القوانين بتاعتها، القوانين بتختلف من قطر للإمارات للسعودية، أيوة على حسب الدولة زي ما المهندس ياسمين بتقول. لا لا، ممكن في خلال 10 دقايق، نص ساعة، ساعة، حسب الشخص اللي بيدخل يعني. تمام، بندخل نتأكد من المعلومة ونوافق عليها على طول إن شاء الله. لو اتعمل موديل ثلاثي الأبعاد ممكن إن إحنا ننزله. وطبعا دي حاجة فرصة كويسة ان احنا نبرز اجمل الحاجات في مصر، الناس تقدر تدخل تشوف الحاجات وتبقى متشوقه ان هي تيجي تزور مصر ان شاء الله. منتظرين الدكتور عبد الرحمن يدخل. طيب في حد عنده أي أسئلة أو أي استفسارات؟ مظبوط. طيب في داتا وفي صور وفي بالذات الأماكن الأثرية نقدر نحط كل الانفورميشن اللي احنا عايزين نحطها، ومن ضمن الحاجات برضو الاماكن البوست كود، بحيث لو حد عايز يبعت حاجه او يستلم حاجه موجوده برضو. لو في عربيه اسعاف عايز تروح لمكان فسهل جدا ان هو يكتب رقم المكان يروح بسرعه.
ان شاء الله يوم يوم الجمعة قبل ما نبدأ هيبقى في تدريب ب3 لغات، في ناس بالعربي وناس بالانجليزي وناس بالفرنساوي، 3 غرف، كل غرفة هيبقى فيها تدريب لمدة مثلا 10 دقايق ولا حاجة، وبعد كده نبدأ ان احنا نتدرب. هتلاقي ناس كتيرة متطوعة جدا من جنوب افريقيا واوغندا وكل الدول الافريقية ان شاء الله جاية مشاركة معانا بإذن الله. الدكتور عبد الرحمن داخل دلوقتي. ثواني دكتور عبد الرحمن موجود معانا. تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. نعتذر لأننا فصل من عندي الإنترنت بس. الله يكرمك دكتور. فإحنا كنا نعرض في قيمة أن يكون عندك 3D City Model مخدوم مجانا، فهذا له قيمة كبيرة تقنية وفنية لبناء 3D City Model اللي هو حيوصلك يوما ما حتصنع City Digital Twin اللي حخليك تعمل محاكاة في الريل تايم للسيموليشنز الخاصة بإدارة المدينة، وحيقربك أكثر من مفهوم السمارت سيتي. تخيل أنت بمجرد رسم بعض الفيتشرز وانخراطك في مجال الذكاء المكاني أو مجال اللوكيشن انتليجنس ونظام نظم المعلومات الجغرافية الحديثة، تخيل أنك أنت قاعد تشارك في صناعة توأم رقمي خاص بالمدينة، لو ممكن في يوم من الأيام خلال السنوات حيكون عندنا ديجيتال توين حقيقي للسيتي بالكامل، وتكون أنت في يوم ما أحد الناس اللي شاركت في بناء هذا النموذج. هذا النموذج هو يعتبر بلغة العصر الحديث هو البنية التحتية الحقيقية. البنية التحتية ليست هي فقط البنية التحتية الفيزيكال اللي احنا نمشي عليها ونستفيد منها ونستعملها في المدن او في الانفايرمنت المحيط بنا. البنية التحتية الرقمية هي الان لغة العصر، وهي ادوات العصر، وهي المتطلبات اللي من غيرها مش حنقدر نشتغله ولا حنقدر نشغله شيء. فعايز الكل يستوعب او يفهم أهمية المشاركة في بناء هذه البنية التحتية الرقمية للمستقبل إن شاء الله، لتحسين إدارة وتخطيط المدن بشكل عام. أنا إذا كان في بعض الأسئلة ممكن. كان في حد بيسأل آلية العمل على ال جيو سي اي اوف لاين. طبعا انت لما تجي تعمل في الجوزم اوف لاين حتعمل داونلود للاريا اوف انترست في جهازك، وحتستمر في الشغل عليها، ولما تعمل كونكشن انترنت تعملها ابلود. هو بسيط جدا انك انت تعمل انستليشن للابلكيشن او للسوفت وير بتاع جوزم، بس يكون عندك جافا سكريبت فيتشرز انفايرمنت تكون محملها لجهازك او مثبتها، وبعدين تنزل الجوزم يعني هو جافا اوبن ستريت ماب اديتور، وبعدين تختار اريا اوف انترست. لازم يكون في الحاله دي يكون انت كونكتد انترنت، تنزل تعمل داونلود للاريا اوف انترست، خلاص تطلع اوف لاين وتشتغلها في يوم يومين شهر سنه، بعد ما تكملها تعمل لها ابلود وخلاص. يعني ايه نعم، الاحداثيات المرجعيه للخريطه اللي هي عمليه الاسناد، الاسناد الجغرافي للخريطه. تختار عندك حريه الاختيار في الاوبن ستريت ماب انك تختار الكوردينيت سيستم اللي انت عايز تشتغل عليه، وتعمل كستمايزيشن سواء للكوردينيت سيستم او للمرئيه الفضائيه زي ما وضحنا بدري، اللي هي دي بيئه او انفايرمنت العمل اللي تشتغل عليه انت، هذا كستمايز منك انت حسب الطلب. يعني
احنا اهم شيء نتمنى من الاخوه الحضور اللي انا معانا ان هم يكونوا موجودين في ماراثون مصر، وان يكونوا بس متاكدين قبل يوم الماراثون يكونوا عملوا حسابات اوبن ستريت ماب وعملوا حسابات تاسكينج مانجر، ويكونوا مستعدين واخذين فكره مبدئيه على اليه استخدام اوبن ستريت ماب في رقمنه المباني، بالذات المباني، عشان يكونوا مستعدين للمشاركة، أو عشان يكونوا مستعدين على الأقل لطرح بعض الأسئلة المهمة أثناء استعدادهم من اليوم وبكرة. أكيد حتطلع عندهم بعض الاستفسارات أو الأسئلة، حيكون من المفيد جدا طرحها أثناء الماراثون ومشاركة الجميع في الاستفادة من هذه الأسئلة إن شاء الله. تفضل أخي عمر، تفضل. جزاكم الله كل خير. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا مهندس ياسمين على الروابط. ان شاء الله ان شاء الله، يعني يوم الجمعه كل الناس كلها تكون موجوده، وان شاء الله نعمل شغل كويس باذن الله، تبقى بدايه الاوبن ستريت ماب مصر باذن الله. شكرا مرة ثانية لجميع الأخوة والأخوات الحضور، بارك الله فيكم، ونعتذر على بعض المشاكل الفنية والمشاكل الإنترنت. إن شاء الله تتابعوا بشكل يعني مستمر نشاطات أوبن ستريت ماب إيجيبت. أنا متأكد أن الفترة القادمة بإذن الله حيكون في زخم ويكون في مومنتوم في ما يخص أوبن ستريت ماب إيجيبت، تفعيل الكوميونتي لأو اس ام إيجيبت. إن شاء الله نتوقع حيكون فيها شغل كبير، واحنا ان شاء الله موجودين لدعم والاجابه على استفسارات اي حد من الاخوه في مصر او في اي دوله من الدول العربيه اللي عايز او يرغب في المشاركه في بناء هذا الجزء المهم من التوأم الرقمي اللي نطمح له كلنا عن طريق المشاركه في بناء خانه الاساس. ألف شكر يا دكتور، جزاكم الله كل خير، وربنا ينفعنا بعلمك دايما يا دكتور، جزاكم الله كل خير. العفو، الله يعافيك. إذا لو ما فيش أسئلة خلاص، يعني نستودعكم الله ونلتقي إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله. إن شاء الله يا دكتور، جزاكم الله كل خير.